شباب، سلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا سريعا كده عن الانترفيس. دلوقتي برضو هنتكلم سريعا عن الابستراكت. احنا عندنا كلاس جاهز ابستراكت اسمه امبلويرز. هنعرف برضو بعض الايه التفاصيل اللي يعني احنا قلناها، بس عن ايه هنراجعها تاني. اول حاجة، هو اصلا ايه غرض الابستراكشن؟ ان هو يخفي الامبلمنتيشن ديتيلز ويشو الفانكشناليتي فقط. يعني هو بيخفي لك الامبلمنتيشن بتاع كل حاجه، وانت بتشو الفانكشناليتي. يعني انت عارف هي بتعمل ايه، بس مش قصتك تعرف هي اتعملت ازاي. في الاندرويد مثلا، في مثال لميثود مثلا اسمها اون باك بريز، اللي هو لما تدوس على الباك اللي ورا في ميثود بتعمل لها كول. فانت اكيد كده عارف ان الميثود اللي اسمها اون باك بريز لما بتدوس عليها هي بترجع لورا. الميثود دي اتعملت ازاي، وازاي الكود الامبلمنتيشن بتاعها جوه شكله عامل ازاي، انت ما تعرفش. فالابستراكشن عموما ان انت ممكن تعمل كلاس اسمه ابستراكت، تعمل له جواه ميثود ليها بادي وليها امبلمنتيشن، وتخلي اي كلاس تاني يورث من كلاس الابستراكت ده، ويكول الميثود دي بيعمل لها كول من غير ما يعرف الامبلمنتيشن بتاعها كان شكله عامل ازاي. طيب، برضو في بعض البوينتس، احنا في برضو بعض البوينتس محتاجين ناخد بالنا منها، زي ان الابستراكت كلاس لازم عشان تعرف ان الكلاس ده ابستراكت لازم تحط قبليه كلمه ابستراكت. يعني ده طبيعي ان انت لو انت عايز، ادي الكلاس بتاعنا كان اسمه امبلوير، عشان اعرف ان هو ابستراكت كلاس حطيت كلمه ابستراكت كلاس، فدي كلمه او كي وورد لازم تتحط. تاني حاجه، ان ممكن الابستراكت كلاس بتاعك ياخد ميثود ابستراكت وممكن ما ياخدش ميثود ابستراكت. يعني هنا هو الراجل واخد ميثود اهي از ان هي ابستراكت، وممكن هنا ياخد ميثود بالشكل ده از ان هي مش ابستراكت، ويحط جواه امبلمنتيشن عادي. تمام؟ فده يحصل، فده يحصل، لكن ما يحصلش مع الانترفيس. الانترفيس ما ينفعش ياخد امبلمنتيشن للايه الكلاس بتاعي. تالت حاجه، وهي كانت بي انستشيتد. يعني ايه انستشيتد؟ يعني ما ينفعش اخد منها اوبجكت. يعني انا عندي الكلاس اللي اسمه امبلوير ده اهو، تعالى كده على المين وخد منه اوبجكت وشوف هيقول لك ايه. يعني تعالى كده روح على المين، تعالى ايه ات كان نوت بي انستشيتد، يعني ما ينفعش تاخد منه اوبجكت. فكلم امبلويرز ده وقول له امبلويرز ايكوال نيو امبلوير. بص اللي حصل، راح منزل لي الكلاس كله. لا، طب انا عايز امبلوير اللي هي يعني امبلويرز بالشكل ده، حتى هو مش مديني هنت ان انا احطها بالشكل ده. على طول راح محمر، ايه مشكلتك؟ قال لي كان نوت سيرف السيمبل اللي اسمه امبلويرز. طب ليه يا عم؟ بص تعالى نقف عليها كده. بص اللي حصل هنا بقى ايه، ان انت هنا مش عارف تاخد اوبجكت من الكلاس ده. هو قال لك ان الكلاس الابستراكت كلاس ات كان نوت بي انستشيتد، يعني ما ينفعش تاخد منه اوبجكت وايه وتخلي الاوبجكت دي تكلم الميثود اللي جواه. لا، الميثود اللي جواه دي ابستراكت، الميثود اللي جواه دي موجوده للتوريث. طيب، ممكن برضو نفس الكلام، ممكن برضو ان هو يحصل على كونستراكتورز وياخد ميثودز عادي. يعني هو الراجل في الاول وفي الاخر، الامبلوير ده هو في الاول وفي الاخر هو كلاس، يعني هو زيه زي غيره، بس ليه بس بعض الايه الليميتيشن الزياده. لكن الانترفيس لا، ده فيه ليميتيشن شديده شويه. ممكن تعرف ان الميثود بتاعتك دي فاينل، بحيث ان انت تجبر اي حد يورث الميثود دي ان هو ما ينفعش يعدل عليها. ده موجود برضو في الابستراكت كلاس. هنا دي مقارنه سريعه كده، مش سريعه قوي، هي مقارنه طويله شويه، بس ما بين الايه الابستراكت اللي هو هنا ده الابستراكت، والانترفيس اللي هو هنا. قال لك الابستراكت كلاس ممكن يحصل على ميثود از ان هي ابستراكت، وممكن لا، ممكن ياخد ميثود ليها بادي عادي. الانترفيس لا، لازم يكون الايه الميثودز اللي جوه لازم تكون ابستراكت. الابستراكت كلاس ما بيدعمش المالتيبل انهيرتنس، لان هو في الاول وفي الاخر كلاس، والمالتيبل انهيرتنس في الكلاسز مش مدعوم، انما الانترفيس مدعوم عادي، واقدر اورث اكتر من انترفيس. بالنسبه لي الابستراكت كلاس ممكن اخد فاينل ومش فاينل، وستاتيك ومش ستاتيك، فاريبل عادي، عندي الحريه ان انا ايه اتحكم في ده. الانترفيس لا، هو الفاريبل بتاعك هو ستاتيك وفاينل باي ديفولت. الابستراكت كلاس ممكن احط الامبلمنتيشن بتاعي. الابستراكت كلاس ممكن يديك الحريه انك تحط امبلمنتيشن براحتك جوه الميثود. الانترفيس لا، ما ينفعش، انت هو الميثود ما ينفعش تحط لها ايه امبلمنتيشن. الابستراكت كي وورد بتكتبها عشان تعرف ان الكلاس ده ابستراكت، انما الانترفيس بتكتب كلمه انترفيس عشان تعرف ان الكلاس ده انترفيس. الابستراكت كلاس
الابستراكت كلاس ممكن يكستند كلاس واحد وينهيرت اكتر من انترفيس، انما الانترفيس ممكن يكستند اي انترفيس عادي. الابستراكت كلاس، الكلاسز عموما او الابستراكت كلاس بيستخدم الكي وورد اللي اسمها اكستند، انما الانترفيس بيستخدم الكي وورد اللي اسمها امبلمنت. الابستراكت كلاس ممكن يبقى جواه ممبرز زي ان هي بابليك وزي ان هي بروتكتد وبرايفت وديفولت، انما الانترفيس هي بابليك باي ديفولت، بابليك بس يعني. وده مثال للابستراكت كلاس وده مثال للانترفيس. كده يبقى احنا اتكلمنا عن الابستراكشن واتكلمنا عن الانترفيس وعرفنا الفرق ما بينهم، اتكلمنا عن الانكابسوليشن، اتكلمنا عن البوليمورفيزم، اتكلمنا عن الاوفرلودنج، الاوفررايدنج، الاوبجكت، الكلاس، الانهيرتنس، كل ده تقريبا غطيناه في الاو او بي. بس يعني احنا كده تقريبا خلاص الدنيا بدأت معانا تبقى بسيطة، فهمنا الاساسيات. الفترة اللي جاية دي احنا بس في حاجة يعني ناقصانا، هي الاريز دي هناخدها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية دي على طول. بس واعتقد كده يبقى احنا جاهزين ان احنا نخش ان شاء الله في الاندرويد، ونبدأ ان احنا بقى ايه نشوف حاجة ملموسة بعينينا كده، ونرن ونرن ابلكيشن كده، والايرور اللي يطلع لنا يضرب في الشاشة في وشنا في الموبايل، ونبقى شايفين كل حاجة ان شاء الله ايه مع بعض يعني. فشكرا جدا لكم واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.